فيما يتعلق بسؤالك عن موضوع كيف تعرف انه إيه نعم كيف تعرف الدلالات؟ طبعا احنا دائما نقول في بعض المقابلات او في بعض النشرات بانه من يظهر عليه كذا فهو كذا ومن يظهر عليه كذا فهو كذا. احنا يعني ودنا اننا نركز على امور اساسيه في هذا الجانب في مساله الحكم. اولا لابد يعني ان يكون الناس لديهم بعض المهارات سواء في التدريب او سواء في التعلم او التعليم، المهارات السلوكيه والمهارات المعرفيه والمهارات الوجدانيه وما الى ذلك. هذا الامر يجعلك تستطيع ان تقيم هذا الوضع. ليس كل من احمرت عيناه يتعاطى المخدرات، ولكن هناك مؤشرات تعطي دلاله على ان مثل هذا الشخص قد يكون يتعاطى. مثلا الحركه الدائمه المستمره، تشتت الذهن، النشاط الزائد والفرط الحركة، هذه قد تعطي مؤشر بأن هذا يتعاطى الأمفيتامين، لأنه من طبيعة مادة الأمفيتامين تنشيط الجهاز العصبي المركزي في الإنسان. وفي المقابل إذا أردت هناك نوع من الخمول، نوع من الهدوء، ظهور بعض الآثار تحت العينين، سوداد، هذه قد تكون من آثار المنومات ومهدئات الحشيش وغيره. وقد تكون هذه وتلك الإفراط والهدوء في بعض المخدرات الأخرى المصنعة. عموما يعني الأمر المهم في مسألة الحكم أو أن يكون هناك مؤشر هو تغيير أو التغيير الفجائي لسلوك الإبن. إن كان هناك تغيير فجائي طرأ على الإبن فيما يتعلق في دراسته، في علاقاته، في مكالماته الهاتفية، أمر كان معتاد أو كنا نعرف أن هذا الإبن أو هذه الإبنة هذه طريقتها وهذه أسلوبها في التعامل معنا في الأسرة، فلما يطرأ أمر ما سواء في تعاملها جانبها السلوكي أو في جوانبها الفكرية، فمعنى أن هناك مؤشر. لا نقول بأن هذا الأمر يعني أن هناك مخدرات، قد تكون هناك مشكلة أخرى، ولكن هذه من ضمن المؤشرات التي ممكن يستدل عليها